السلام عليكم، معكم أخوكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورج والموزع الموسيقي من المغرب، في سلسلة من الدروس على الكورك بي اي 700 أو البي اي 700. اليوم سنتعرف على كيفية تسجيل إيقاع جديد. أولا سنذهب إلى هنا ريكورد، ثم نذهب إلى الخيار الثاني ريكورد نيو ستايل، ثم نضغط على أوكي. فهنا يخرج لنا جميع التراكس، أي لي بيست تراك التي نعتمد عليها في صنع الإيقاع. النظرة الأول، ثم نضغط على المترونوم هنا، ثم نضغط طبعا نلاحظ أننا سجلنا الأول، فمن ندخل إلى المينيو هنا، ثم نذهب إلى ستايل إيديت هنا، فهنا يمكننا عمل كونتايز للإيقاع مثلا، ثم نضغط أوكي ونستمع. جيد، ثم نعود من إكزايت هنا ونعود لإضافة كيت جديد مثلا، نلاحظ هناك أخطاء لكن سيتم معالجتها من طرف الكورغ. من هنا نعود المنيو ثم إلى ستايل إيديت ثم إكزيكايت هنا لتصحيح الأخطاء، ثم نستمع. كما نلاحظ الأورج تم معالجة عبر الكونتايز هنا، ثم نعود وتتم العملية كذلك إلى آخرها، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.